واحنا هقول رأي صادم، احنا كمصريين ما بنعرفش السلوك الجماعي وما بنحبش بعض وبنحب مصر بالكلام مش بالفعل. معاك في كل اللي حضرتك بتقوله، يعني ما حدش يتاجر عليا، يعني انا في حاله ربنا يعلم انا حالتي ايه يعني. ف احنا في تجربه، وانا بشوفي بقى يعني انا بقيس دايما حياتي وتجربتي الشخصيه على ما يحدث الان. رمسيس نجيب قرر يعمل اتحاد فنانين لان كان ابتدى ينجحوا فريد شوقي ورشدي وفاتن ومجده واجورهم عليت في التكلفه، وكان حصل ازمه قال نعمل شركه ننتج الفنانين يتحدوا مع بعض. هو فيلم واحد، هو فيلم واحد وقعهم في بعض. قال اشمعنى رشدي ياخد الفيلم؟ ما انت اللي كان لازم تاخد الدور، اشمعنى انت اللي تخرج؟ ده انا احق ان انا اللي اخرج. فهمت قصدي؟ بعديها استاذ صلاح ابو سيف عمل جمعيه ناسي اسمها، كنت انا مساهم فيها، اللي هو اول فيلم الرأفة تلميه عيون لا تنام، كان احمد زكي ومديح الله يرحمه. اوكي الله يرحم الاثنين. فين الجمعيه دي؟ هو فيلم واحد، الفيلم الحريف بتاع عادل امام، عاطف الطيب الله يرحمه، ومحمد خان وسعيد شيمي وناديه شكري وناسي مين الخامس كانوا شركاء في انتاج الفيلم، والفيلم ده على فكره كان بتاع احمد زكي الاول، وعادل امام خده في اخر لحظه. اوكي فين الجمعيه اللي انشاناها؟ في قبل كده زمان حسن رمزي جرب يعمل فيلم واحد. ده بيؤكد على ان احنا كمصريين ما عندناش هذا السلوك الجماعي.